مرحلة البروجكت كلوجر بقى، ودي بتتم زي ما احنا شايفين كده، انه بعد استكمال كل الريليزز اللي احنا عملنا لها ديفينيشن وكل الاتريشنز اللي انكلودد وذين الريليزز. وهنا بنقول ان احنا خلاص كده خلصنا المشروع بتاعنا، وبالتالي في مرحلة الكلوجر دي بقى بيتم set of actions، منها ان احنا بنعمل هاند اوفر للاوبريشن تيم، ودول الناس اللي مسؤولة عن الديبلويمنت عند الكلاينت، بحيث ان هم يكملوا اللايف سايكل بتاعة الستارت اب عند العميل، وهم بقى اللي يستلموا العميل. طبعا احنا اكوردنج للريليزز اللي احنا كنا عرفناها وما عملوا بالفعل ستارت اب، لكن استكمال العلاقه مع العميل خلاص الديفلوبمنت تيم بقى اوت اوف البروجكت ده، وبتجي لهم بعد كده تشينج ريكويستس او الباجز نتيجه الاوبريشنز، فبتدخل ك يعني سمول بروجكت للديفلوبمنت تيم. والهاند اوفر ده بيتم للاوبريشن تيم في شكلين according للميثودولوجي اللي بتتبناها الاورجانيزيشن السوفت وير اورجانيزيشن في اداره العمل بتاعها. فلو احنا بنتكلم على اورجانيزيشن بتستخدم سيبريت تولز والتيم بتاع الاوبريشن مختلف عن التيم بتاع الديفلوبمنت ومفيش انتجريشن بينهم، فاحنا كده بنتكلم على الترديشنال اورجانيزيشن، لانه الترند الان لما يسمى بالديف اوبس. والديف اوبس ككونسبت ده بيعمل فولي اوتوميشن فولي اوتوميشن وانتجريشن بين الديفلوبمنت activities and the operation activities. فلو احنا قلنا ان development activities متصلة بال requirement gathering والanalysis بتاعها والdesign والimplementation والtesting، ده كده should be automated. نفس الكلام بالنسبة للناس بتاعت الoperation، هم عايزين يعملوا continuous deployment وcontinuous وinfrastructure as code، وبالتالي هو عايز يعمل some sort of scripting واوتوميشن لعملية الديبلويمنت بتاعته اللي بتتم عند العميل. هنا ظهر ما يسمى بالديف اوبس، ودي طبعا نيو ترند ليها التولز بتاعتها، منها الجينكنز، منها الفيجوال ستوديو تيم سيستم، بتعمل نفس الميثودولوجي، بتقدر تنفذ نفس الميثودولوجي. التي اف اس اللي هو to be deployed within the organization، بتقدر تعمل لحد continuous integration، يعني continuous testing continuous integration، لكن بيبقى فيه بعض المعوقات في ان انت تعمل continuous deployment، لازم تروح للفي اس تي اس بحيث ان انت تقدر تعمل الديف اوبس. في الكلوجر بتاع المشروع برضو we should appreciate التيم اللي بذل المجهود ده عشان يأشيف الجولز بتاعة المشروع. وأحد النقاط اللي احنا بنتكلم عليها في الكلوجر فيز ان احنا بقى نريفيو البيزكس اللي احنا بنينا عليها المشروع، ومنها الريفرنس بوينت. الريفرنس بوينت should be reviewed each project، يعني احنا هل احنا on track في السيليكشن بتاعنا للريفرنس بوينت؟ هل الريفرنس بوينت still valid على المشاريع اللي جاية؟ هل ما تمش التغيير فيه فبنقدر نقول دي صالحة انها تستمر معنا كريفرنس بوينت وان احنا نعدل الاستيميشن؟ فزي ما احنا كنا قايلين كده ان شاشة اللوجن still valid انها تبقى ريفرنس بوينت وان احنا متفقين عليها وانه مفيش خلاف على السايزنج بتاعها وبالتالي الاستيميشن. الحاجة التانية اللي should be reviewed مع الكلوجر بتاع البروجكت ان احنا نأبديت التيم كاباسيتي. لو احنا بنتكلم على التيم كاباسيتي اللي هي قدرة هذا التيم على الانتاج اللي
الاكوردنج ليها بعد كده احنا بنعمل استيميشن. احنا ممكن اكوردنج للليفل اوف نوليدج بتاعه التيم والليفل اوف كواليتي بتاعه التيم احنا نغير في التيم كاباسيتي. فلو قلنا ان التيم ده بير الاتريشن كان بيقدر يخلص 10 بوينتس، فاحنا مع الليفل اوف ماتوريتي بتاعه التيم بنقدر نقول انه لا دلوقتي يقدر يخلص 12، لا دلوقتي يقدر يخلص 15. وبالتالي احنا لما هنعمل سايزنج ونقسم على التيم كاباسيتي احنا هنقدر نوصل للديدلاين اللي المفروض يخلص فيه المشروع بشكل اسرع او بشكل ابطا اكوردنج للكاركترستكس اللي بقى التيم اللي بقت خاصه بالتيم. فدي برضو should be maintained يعني per each project، عشان ما يحصلش بعد كده انه ان احنا نبقى بنحط استيميشن مش رياليستيك، يعني التيم ما يقدرش يعمل حاجه واحنا حاطين له كاباسيتي هو مش هيقدر يخلص فيها، او ان احنا نبقى عاملين اندر استيميشن للتيم ان هو يقدر يخلص الكم البوينتس دي في الاتريشن واحنا نديله اقل من قدرته الانتاجيه. من ضمن الحاجات اللي برضو المفروض نعملها برضو في الكلوجر، وهي يعني according to life cycle model اللي احنا كنا متبنيينه في الاجايل وهو الـ iterative time boxed model، ان احنا كنا بنعمل ده بالفعل، لكن بتظهر جالية في نهاية المشروع لانه الناس غالبا ما بتقول الـ issues بتاعتها اللي related للـ process within المشروع، لكن الـ quality assurance team والناس بتاعت process improvement ما بتبقاش involved قوي في الميتينجز دي، فمايبي ان هم يعملوا لها ريكوردينج ويعرضوها في نهايه المشروع بحيث ان البروسيس العامه اللي بيتم من خلالها انتاج السوفت وير يتم تعديلها عشان ينفع المشاريع الاخرى. ده من الاشياء اللي ينفع ان احنا نتكلم عليها في الكلوجر فيز. الحاجه الاخيره اللي ممكن نتكلم فيها اللي هو updating للorganization asset library. والorganization asset library دي مجموعة الcomponents اللي بتتبني عليها كل الprojects، ودي طبعا يعني هي ليه سميناها asset library، هي بمثابة الأصول الحقيقية للprojects اللي من خلالها بيتم عمل reduce للcost بتاعت المشروع، لأنه انا بستدعي هذه الكومبوننتس في كل المشاريع عشان ان انا استخدمها. طبعا الاسيتس دي المفروض انها في ريسبونسبيليتي ليها مين اللي بيعدل فيها، يعني هي مش مفتوحه لكل التيمز تعدل فيها، وهي مش مفتوحه لكل الريسورسز اللي في كل التيمز. فلو احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا اكتر من تيم، ممكن تيم يكون عنده نيد انه يعدل زي ما احنا قلنا كده، فور اكزامبل ماسك مشروع فمسك كومبوننت المشروع ده محتاجه زي السوشيال ميديا انتجريتور مثلا، ان هو المشروع بتاعه ده فيه انتجريشن عالي مع السوشيال ميديا، وبالتالي هو بيعمل ابديت كتير في السوشيال ميديا انتجريتور كومبوننت ده. في الاخر في نهايه المشروع لما بيبيز لاين لازم يوضح للاذر تيمز انه الكومبوننت ده الاركتكتشر بتاعه تغير والسبيسيفيكيشنز بتاعته تغيرت، عشان لما الناس دي تيجي بعد كده ممكن تبيك هذا الكومبوننت من الاورجانيزيشن اسلايد وتعرف انه اتعدلت الفيتشرز، وانه ممكن النيد بتاعهم اللي ممكن يظهر لهم كمان فتره لا ده بقى موجود حقيقيا دلوقتي على ارض الواقع. ممكن حد تاني كان محتاج للسكيورتي لاير، كان تيم تاني شغال محتاج يعني انه يمنتين في السكيورتي كومبوننت، فابتدى يعمل انكريبشن تكنيك وابتدى يعمل انهانسمنت في السبيسيفيكيشن بتاعه السكيورتي كومبوننت، بقى يعمل سكيورتي برمينيو، بقى يعمل يوزر ديفايند سكيورتي. فيجي حد تاني هو عايز يمنشن ان الكومبوننت ده اتغير عشان الناس اللي هتيجي تستخدم السكيورتي موديول ده فيما بعد تعرف انه السكيورتي موديول ده اتغير الاركتكتشر بتاعه اتغيرت السبيسيفيكيشنز بتاعته، وبالتالي كل من سيحتاج هذا الكومبوننت بالسبيسيفيكيشنز الجديده
يعرف انها بقت موجوده حاليا. فده مين اللي ممكن يتعمل في الكلوجر فيز، وهي هنبص نلاقيها انها يعني مش انجينيرنج اكتيفيتيز اكتر منها من انها ستيتس وابديت ومينتنس للسوليوشنز ورفع للفاكتس الحقيقيه اللي تمت within البروجكت.